مرحبا، ما في أشطر منا بالتنظير، ولا في أشطر منا بالحكي وبالوعظ، وياما مرات منعمل عكس ما منحكي، شاطرين بالنصايح ونحن منكون غرقانين بوحل خطيتنا يلي هي مرات كتيرة أبشع من خطية الإنسان يلي عم نحاول إنه نساعده ونعطي نصايح. صح فينا المثل القايل يا طبيب طبب نفسك قبل ما تطلع على الناس، اطلع بمراية حياتك وشوف قديش فيك عورات وقديش فيك شوائب لازم تزبطها بحالك. ما تنصب حالك مثل للآخرين، لأنهم إذا ما عرفوك على حقيقتك في رب عارفك وحافظك من اللحظة يلي صورك فيها بأحشاء أمك. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم، كلمة قالتها الأم تيريزا دو كالكوتا، قالت هين إنك تعطي مثل ونصايح للناس، بس الأصعب إنك تكون أنت المثل. والله معك.